التمثال بالفعل هيك عم نشوف التمثال موجود هلا قدامنا. سألوك ليش لون القلب اورنج منه احمر؟ سؤال غريب. سؤال غريب قلت لي ما بعرف شو بدي اجاوب. انا شخصيا ونفسيا ده ما كنتش عارف القلب لونه اورنج. وانت ليه جايبه اورنج يعني بالعلامه يعني كمان دكتور؟ هم حابين يعرفوا يعني جسم الانسان من جوه شكله ايه. باختصار حبايبي احنا عندنا جهاز تنفسي وجهاز هضمي. الجهاز التنفسي بيبدا من الانف، بناخد النفس من هنا، بيعدي في ممرات هوائيه، يبدا يدخل الرئتين اللي هما بيحصل فيهم شهيق وزفير. ده الجهاز التنفسي. طيب الجهاز الهضمي بيبدا من الفم، بنبدا ناكل، ينزل الاكل في عاوز البطن، عايز لغايه البطن. طيب بنبدا من هنا، بيعدي الاكل في المريء، المريء يوصل للمعده، المعده تبدا تدي الامعاء الدقيقه ثم الامعاء الغليظه ثم يخرج الفضلات كده. جميل. عايز تعرف حاجه تاني؟ حلو، مبسوط. مين عباله يسال للدكتور؟ نبدا بجودي الكبير. يلا جودي بلشي، شو عندك سؤال للدكتور؟ شو في شيء هيك انت عبالك تعرفي بتفكري فيه دائما؟ قربي المايك لقتم. بدك تفكري؟ طيب خلي حدا يجاوب اذا انت مش محضره حالك. يلا حدا يسال. حلا شو بدك تسالي الدكتور؟ اخذ ايه اكل معي في المدرسه؟ شو بدها تاخذ اكل معها للمدرسه دكتور؟ طيب حبيبي بناخد عصير من البيت، وبناخد سندوتشات ماما تكون عاملاها في البيت قدامنا. بلاش ناكل حاجات ديليفري، بلاش ناكل حاجات من بره، بلاش ناكل اغذيه محفوظه. اوكي. اوكي حمزه، يلا تسال الدكتور. قرب المايك تنسمع صوتك. هو انا ينفع اكل السويتس كل يوم زي الشيبسي والشوكليت والجيلي كولا؟ حمزه انت شكلك بتحب السويتس. شوف يا حمزه، ما سالك اول شيء على البطن. اها، بعدين يعني وصل انا بدات اقلق منك. شوف حبيبي، انت عايز تاكل شوكليت، عايز تاكل اي نوع من انواع الحلويات، ولكن بكميه صغيره. علشان ايه؟ عشان سننا، علشان هتتخن قوي، واحنا مش عايزينك تتخن قوي، عايزينك دايما جسمك حلو، تطلع بطل رياضي. يعني قد ايه بحق لهم ياكلوا الاولاد بالاسبوع؟ اوكي، ممكن ناكل يومين في الاسبوع بيس واحده، قطعه واحده. اوكي، كفايه قوي. اوكي، مين جودي؟ تذكرتي سؤالك؟ يلا بنعطيها المايك لجودي. اوكي. انا بلعب سباحه وعايزه اعرف ابقى جسمي قوي وابقى بطله زي الابطال اللي بيطلعوا على التيفي. انت شاطره جدا. موضوع السباحه ده انت شاطره فيه. طيب يعني انت بتلعب رياضه، يبقى احنا لازم نوازن بين حاجتين يا حبيبتي، اللي هم رياضه واكل صحي. اكل صحي يعني اكل من البيت. الحاجه الثانيه، انت بتلعبي سباحه يبقى لازم طول الوقت نهتم بالنظافه الشخصيه. يعني بعد ما بنطلع من البول بنبدا ناخد شاور في مكان نظيف، علشان البول ممكن يكون معانا فيه حد تاني. اوكي، نعمل ايه كمان؟ النظافه الشخصيه، لو انت شفت حد عنده برد نبدا احنا نبعد عنه، ما نقربش نفسنا منه، نحافظ على صحتنا اول باول. اكل كويس، نظافه شخصيه كويسه، رياضه مستمره، تبقي اجدع بطله في مصر ان شاء الله. ان شاء الله يا جودي. جودي شو بدك تسالك؟ جودي الاشقر الهادئ، تاخذي المايك؟ يلا خذي المايك. تعي شوي لعندي، قربي لحدي، اعطيني انا المايك. هيدي جودي اللي بدها تسالك دكتور. يلا شو بك تسألي للدكتور؟ قولي له. تسألي ايه؟ عاوزة تعرفي عن ايه؟ دكتور إذا بتضلها هيك حلوة مثل ما هي حلوة، شو لازم تعمل؟ عشان نحافظ على جمالنا خليكي قاعدة مع رغد. طيب عشان تفضلي حلوة كده يا جميل، ننام بدري، نشرب اللبن، نسمع كلام ماما، ما نقعدش قدام التي في كتير، ما نسهرش، ما نلعبش في حاجات اكبر من سننا، يعني ما نقربش من الكبريت، ما نقربش من ماما حاجات ماما في المطبخ، نفضل طول الوقت نلعب في الحاجات اللي ماما مديها لنا، بس ما ناخدش اكتر من كده، ما نحطش القلم في بقنا. ما بيسوى، ما بينفع. اوكي، ما بينفع. طب والتلفزيون قد ايه بيقدروا يحضروا تلفزيون ساعات؟ اولموست يعني ساعه في اليوم حلو قوي، ويكون الديستانس كويسه، يكون المسافه بين البيبي وبين الشاشه مش اقل خالص من 2 متر. اوكي اوكي، عرفتي شو بدنا تنبقى حلوين. اوكي، هيدا جودي. ياسين، ها ياسين. انا ما بشربش اللبن، هو ايه فايدته؟ انت بتهزر، انت لازم تشرب اللبن. شفت شو فايدته؟ يلا كل واحد فينا. لحظه خلينا هن يجاوبوا دكتور. اعطيه المايك لحلا، لا او لحمزه.
ان هو بيقوي العظم. لو وقعنا واحنا مش بنشرب ماء قربي قربي المايك تتكسر. شو بيعمل تاني؟ بيقوي العظم. اوكي حمزه، ليه اللبن مهم؟ هو عشان لو احنا مش بنشرب اللبن عضمنا كله هيتكسر ومش هنعرف نقف عدلين. برافو عليك، مش هنعرف نقف عدلين. برافو. شوف يا حمزه، عشان عضمنا ده يبقى قوي واسنانه تبقى قويه لازم يبقى اتحط فيهم حاجه اسمها كالسيوم. الكالسيوم ده موجود في اللبن، يبقى احنا لازم ناكل جبنه، نشرب لبن، اللبن ده كل يوم نشرب كوبايه الصبح. كلام ليك، وهسال ماما كل يوم هتصل بيها اقول لها ياسين شرب اللبن ولا لا. طيب دكتور، في ولاد ما بيحبوا طعمه اللبن، شو البديل؟ شو اللي بيعود؟ هو منتجات الالبان عموما لازم يكون ده جزء لا يتجزا من الوجبه الرئيسيه للطفل. ممكن اللبن يتحط على الشوكولاته بحيث انه يبقى ليه فليفر تاني او طعم أوكي. تاني، مش شرط لبن سك يعني، ممكن يديه على عصير اوكي أو عسل ممكن. ممكن طبعا ممكن طبعا، بحيث ان لو الطفل مش متقبل اللبن كلبن بيور لا ممكن نحط عليه اضافات، ولكن اضافات مسموحه. هو ينط ان احنا نحط عليه عصير اوكي بنحط او من ممكن يبقى ميكس مع عصير، ميكس مع شوكليت، ميكس مع اي فليفر تانية بحيث ان الطفل يتقبله ان شاء الله. اوكي اوكي. قديش اهميه البريكفاست بالنهار؟ لانه في ولاد بيروحوا على المدرسه مش اخذين ترويقتهم او الفطور الصباح. ما ينفعش ما ينفعش بيبي يطلع. شو بينقص؟ طبعا هو البريكفاست بالنسبه لطفل رايح المدرسه ده الوجبه الاساسيه. اوكي، لان معظم اليوم في الكلاس بتاعه بيبدا يتلهى بحاجات تانية، مش بياكل. معظم الاطفال لو الامهات كلها تابعت ليه بيرجع بسندوتش تاني معاه في الشنطه مش بياكلها. أوكي. فهو لازم يخرج من البيت اخذ فطور. دكتور، في كتير من الاهل بيعانوا من اولادهم قبل ما يروحوا المدرسه، اللي عيان واللي مش عاوز واللي حاسس حاله يروحوا مريض. يعني يروحوا المدرسه الصبح. شو لازم كيف الاهل بيعرفوا اذا هذا الولد مظبوط هو مريض او يدعي المرض؟ طيب هو الموضوع بيبقى من الصعوبه بمكان عن الاهل ان هم يحددوا هل هو طفل مريض بالفعل ولا بيدعي المرض علشان يهرب من المدرسه. في الحاله اللي زي دي طبعا هو لازم يتوجه لدكتور، ولكن بيبدا يقيم الطفل ده من تكرار شكواه. لو الموضوع متكرر معاه كل شويه، لا بابا انا تعبان النهارده، رجلي بتوجعني، ايدي بتوجعني، مش قادر، مصدع، فخلاص احنا بدانا نفهم ان الطفل ده اسلوبه. بيجي للدكتور، واللي بيعمل كده الدكتور بيديله حقنه كبيره. بس مش دايما بتوجع الحقنه دكتور. مش دايما مش دايما. فبدنا نخوفهم من الحقنه، نكون بمصيبه نصير بمصيبتين. مش دايما. مين بحب المدرسه؟ مين ما بحب المدرسه؟ برافو. انت بتحب المدرسه؟ شو ما بتحب؟ علي 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 خلينا اسمع صوتك. ما بحبش اخذ واجب كثير. عم يعطوك واجب كثير؟ بتحس راسك بصير يوجعك كده؟ عشان تدرس كثير؟ لا انا ايديا لما بكتب كثير بتوجعني. ساعات بتوجعني. اوكي. ماله معروف القيمين على مدرسه ياسين ما بقطعتوه واجبات كتير، منيحه هيك. حتى نشوف اونلاين اذا عندهم اسئله كمان يطرحوه على الدكتور، بركي في عنا اولاد مروان كمان عم يحضروا بدهم يسالوا سؤال للدكتور. شفتي بس شفتي ازاي كلهم حبوا المدرسه فجاه واحده؟ كله ما بقى في حدا ما بيحبها.